السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي وأحبائي وكل متابعينا الكرام، اتأخرنا عليكم في فيديوهات كتير ورجعنا لكم من جديد، وعندنا حلقات كتيرة إن شاء الله مكملين مع بعض سلسلة تصليح والتعرف على مشاكل الدرجات. النهاردة إن شاء الله معنا حلقة جديدة، وحلقة هنتعرف عليها إزاي نعمل الهزة الموجودة في العجلة أو اهتزاز العجلة طارة العجلة. الحلقة دي حلقة مميزة طبعا، النهاردة هنعلمك إزاي تعرفها بطريقة سهلة وبسيطة، وإزاي تحل مشكلة اهتزاز عجلة الدراجة الهوائية، وفي فيديوهات تانية إن شاء الله هعرفكم عليها. بس أما نعمل دي مع بعض، أول حاجة بنحتاجها هو مفتاح 15. الهزة اللي انتوا شايفينها معانا اهيت دي، لأ وبيسموها اهتزاز في العجلة، وانت ماشي دايما بتلاقي ان العجلة دايما معاك تهز يمين في شمال والعجلة مش مظبوطة. الطريقة اللي معانا النهاردة دي هتفتح 15 زي ما انت شايف معانا، اللي هو الاكس بتاع السرة اللي معانا ده، دي اكس 15، في بعض العجل اكس 13 تمام. فانا اللي هشرحه ده هينفع العجلة 13 اكس 13 اكس 12 جميع انواع الاكوسة. طبعا ديت الشرح دي للعجلة العادية، ان شاء الله هعمل لكم فيديو جديد وتاني لفحص الدراجة الهوائية، فحص اهتزاز الدراجة الهوائية العجلة ترينكس، وازاي نحل الاكس ده ونعرف المشاكل الموجودة اللي بتخلي العجلة تهتز. انا هحلها لكم دلوقتي بطريقة سهلة، ولو الطريقة دي ما نفعتش هنضطر نعمل الطريقة اللي انا هشرحها لكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. اول حاجة هنجيب المفتاح 15، هنحل دوت زي ما انت شايف اهوت، هفك اللي هو الاكس 15 اهو تمام، وابدأ اجي على الصمونة الداخلية اللي هي ديت اهيت، وابدأ اربط تمام، اربط سنة بسنة واشوف العجلة بتتهز ولا لسه بتتهز، يبقى اربط كمان تمام. ركز معايا كده العجلة لسه بتتهز، اربط كمان تمام لحد ما احس ان العجلة بتتهزش خالص تمام، اربط ربط كده العجلة ما عادش تتهز تمام. طيب انا لو ربطت جامد كده خلاص، نفترض ان ربطت مثلا تقيل عشان نبقى عارفين، بس هشوف العجلة تولد، خلي بالك من الحركة دي، نفك سن تمام اهو، تفكينا سن تلاقي العجلة خفت معاك. طب لو ربطنا بره ولقينا العجلة تقيلة نعمل ايه؟ تحس ان العجلة تقيلة نعمل ايه؟ نفك سن ونفكين سنة من الصامولة الداخلية، سنة خفيفة خالص، تحس ان العجلة في نفس الوقت ما تتهزش وفي نفس الوقت تدينا العجلة تكون خفيفة. ركز معايا تمام؟ هنبدأ نربط الصامولة اللي هي الخارجية جامد ونفر العجلة، بحيث ان العجلة تكون معانا سلسة وخفيفة في المشي ومن غير اي مشاكل خالص. وان شاء الله كده خلصنا الحلقة بتاعت النهاردة، ونشوفكم في حلقة تانية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.